خليني برضو اقول لك على نفس السياق يا كابتن اسلام، ان غدا ان شاء الله خلاص يوم راحه للجميع للبعثه فريق النادي الاهلي، هتكون جوله حره للعبة النادي الاهلي. مستر كولر قرر منح اللاعبين خلاص راحه غدا من التدريبات، هيبقى يوم اللي بنقول عليه يوم الفري من المعسكر، هيبقى يوم جوله حره لكافه افراد بعثه فريق النادي الاهلي. عايز كابتن اسلام برضو يعني وانا موجود مع حضرتك ان اقول يعني اوضح نقطه مهمه جدا، خطوط اتصال مفتوحه من خلال الكابتن الخطيب الكابتن خالد دبيبو مستر كولر مع محمد الشناوي، الاطمئنان على اصابه محمد الشناوي، تواصل مستمر جدا لي يعني كافه الامور الخاصه بمحمد الشناوي. الكابتن الخطيب بيتابع كل التفاصيل كل الامور الخاصه بالكابتن محمد الشناوي، اتصل بيه واطمن عليه، والمستر كولر اجتمع مع الدكتور احمد جاب الله والكابتن خالد بيبو يعني الوقوف على كل التفاصيل، وايه اللي هيتم طبعا مع الكابتن محمد الشناوي اللي نتمنى له ان شاء الله العوده يعني عودته سليما. طبعا اثر كتير الشناوي هيرجع على مصر ولا زي ما بتتقال بعض الاخبار يا فاروق ان هو هيسافر على المانيا؟ اذا كان هناك يعني عندك اخبار يعني في هذا الامر على هذا الامر حتى لحد دلوقتي يا كابتن اسلام، والكلام اللي يعني اللي احنا اخر كلام احنا سمعناه ان هو يتوجه الى المانيا، لكن يعني اقدر لم يتاكد رسميا هذا الكلام. الساعات القادمه احسم خليني احسم لحضرتك هذا الامر من خلال الدكتور احمد جاب الله اللي كان في اجتماع منذ قليل طبعا مع المستر كولر والكابتن خالد بيبو والكابتن الخطيب، هحسم لحضرتك هذا الامر. لكن تقدر تقول ان يعني ان شاء الله ما فيش دقيقه ما فيش وقت بيعدي الا والجميع بيحاول يطمن على محمد الشناوي، والنادي الاهلي طبعا يعني هيختار او هيشوف افضل الظروف وافضل الامور اللي يعني تكون من خلالها نقدر نطمن على الكابتن محمد الشناوي، ويكون من خلالها طبعا الأمور الطبية تسير على أفضل يعني الشكل اللي احنا نتمناه.